أهلا بكم. هل نحن أمام علاقات سعودية أمريكية جديدة بعد تقرير خاشقجي؟ وما هي أبرز معالمها؟ من يملك قرار العلاقات الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة؟ وما تأثير اليسار الشعبوي عليها؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيوفي من لشبونة المحلل السياسي السعودي علي الشهابي، ومن واشنطن المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيرلي. دعني أبدأ معك سيد آدم، أنت رأيت ردة فعل السعوديين على هذا التقرير الذي أرسلته الاستخبارات إلى الكونغرس؟ رد غاضب جدا، اتهامات كثيرة، قلق على هذه العلاقات القديمة والمتطورة خلال عقود طويلة من الزمن. هل تعتقد أن شكل العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد بايدن سيتغير، وبخاصة بعد هذا التقرير؟ أعتقد أنه يجدر بنا القول أنه ما من أمر جديد في هذا التقرير، ولا يخبرنا بأمر لم نكن نعلمه سابقا. ثانيا، لا أعتقد أنه يوجد أي أدلة دامغة تربط القيادة السعودية بهذه القضية، وبصراحة أعتقد أنها مجرد أدلة ظرفية. أما فيما يتعلق بمعرفة ما هو التأثير الذي سيكون على العلاقات السعودية الأمريكية، فأنا أعتقد أن هذه قصة مختلفة. لقد خاب ظني برؤية أن إدارة بايدن قد استخدمت هذا التقرير، علما أنه لا يملك أي أدلة جديدة لبدء استجابة صارمة وقاسية جدا، وربما حتى اتخاذ تدابير مسيئة بحق السعودية. ولكن يجدر بنا ألا نتفاجأ، لأن حملة بايدن ركزت على هذه النقطة قبل انتخاب بايدن، وقال خلال حملته إنه في حال انتخب سيغير مسار العلاقات الأمريكية مع السعودية، وهذا ما يبدو أنه يفعله. بكل صراحة، لا أعتقد أن لذلك تأثيرا كبير على اتخاذ القرارات في السعودية. هذه عاصفة، عليهم أن يتخطوها وعليهم أن يحاولوا العمل على مستقبل أفضل. طيب أستاذ علي الشهابي، يعني سمعنا رأي أستاذ آدم، هو يتحدث عن عاصفة علينا ويعني أن نتخطاها. هل تعتقد أنها عاصفة أم يعني عاصفة كلامية، عاصفة ظرفية ممكن أن نتخطاها بالزمن، أم أن هناك في الحقيقة شرخ كبير في العلاقات ما بين واشنطن والرياض، وسيتطور هذا الشرخ ليصبح أكبر من أن يكون عاصفة؟ طبعا العلاقات السعودية الأمريكية مرت بعواصف كثيرة، الثمانينات وغيرها، لكن هل هذه العاصفة تختلف عن العواصف الأخرى؟
كل أتفق مع كلام السفير آدم إيرلي والصديق في تقييمه وتحليله للوضع. ما في شك إنه في مسرحية سياسية قدمتها إدارة بايدن لإرضاء اليسار في الحزب الديمقراطي. وللأسف قضية الخاشقجي لما حصلت دخلت في ملعب السياسة الداخلية الأمريكية، وأعداء الرئيس ترامب حاولوا، مش بس حاولوا، استغلوها ضد الرئيس ترامب، وهذا أعطى القضية كل حجم كثير أكبر مما كانت تستاهل. صحيح قضية مأساوية وعملية يعني مؤلمة، ولكن في نهاية المطاف كانت عملية قتل شخص واحد. لكن استاذ علي اذا سمحت لي بمقاطعتك، الان هم الذين يحكمون، هم الذين في سدة الحكم والقرار الامريكي. ايضا ترامب انتهى ذهب، فبالتالي ما الذي يستفيدونه الان؟ هل هم يفون بوعودهم الانتخابية؟ انا خليني اكمل لك. تفضل. كونها دخلت المعمعة السياسية غصب، يعني فرضت على الجمهور، على الديمقراطيين، وخاصة الرئيس بايدن في المناظرة الأولى اللي تمت من حوالي سنة ونص، أنه أخذ موقف علني ضد الموضوع هذا في المناظرة. وكانوا طبعا كل المنافسين من اليسار الديمقراطي، ففي شريط تسجيل لكلامه يعاد الآن عدة مرات مع كل مقابلة في التلفزيون الأمريكي. وهذا أعتقد حط ضغط على الديمقراطيين وحط ضغط على إدارة بايدن إنها يعني تعمل شيء ما. لكن في نهاية المطاف طبعا أمريكا تعرف إنه ما لها خيار إلا أن تتعامل مع ولي العهد وأن تتعامل مع المملكة، والمملكة قوة نافذة في المنطقة، وتعاون المملكة مع أمريكا يخدم طبعاً مصلحة المملكة ولكن يخدم مصلحة أمريكا كمان. فأعتقد أنه لا، هذه عاصفة إلى حد ما مؤقتة. طبعاً مشكلتنا نحن كعرب وكدول مجلس التعاون وكالمملكة العربية السعودية أنه الاعتماد، لا تستطيع أن تعتمد بشكل كلي على أمريكا، وهذا درس كان يجب أن نتعلم، وأعتقد تعلمناه إلى حد ما. إنه إذا تنظر للسياسة الخارجية السعودية على مدى 10 سنوات الماضية، وخاصة في عهد الملك سلمان والأمير محمد، في انفتاح على الصين وبناء علاقة استراتيجية مع الصين. طبعاً الصين مهمة جداً لأنها السوق الأهم للبترول السعودي، ولكن في انفتاح على الهند كمان، وانفتاح على روسيا. فأعتقد إنه كل الأمور هذه يجب على السعودية أن تنوع، تستمر في تنويع علاقاتها استراتيجية، وأساس أنه لا تكون رهينة السياسات الداخلية الأمريكية اللي تتغير كل سنتين. صحيح صحيح. طيب دعني أذهب إلى واشنطن الأستاذ آدم إيرلي. أستاذ آدم، يعني ما هي الأوراق التي يمكن أن يستعملها بايدن لإرضاء اليسار أو التيار التقدمي داخل حزبه ضد السعودية، غير هذه الزوبعة حول التقرير؟ هل هناك في رأيك إجراءات ممكن أن يتخذها بايدن ضد المملكة؟ بصراحة أتمنى بأننا سنسير نحو طريق أكثر إنتاجية بعد ما حصل الأسبوع الماضي. إن إدارة بايدن قد أعلنت قرارها وقالت في العنان إنها لم يعجبها ماذا حصل، وإنها ستتخذ بعض التدابير للرد على ذلك. ولكن أعتقد أنه في التحليل النهائي، كما ذكر الضيف الآخر الدكتور علي، العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة مهمة جدا، ويجب أن لا نسمح لمسألة واحدة بأن تسيطر على هذه العلاقات وتجعل منها رهينة
مدينة. يوجد الكثير من التحديات الاستراتيجية التي نواجهها، مثل إيران، مثل التطرف، كما أننا نواجه عدم الاستقرار في دول مجاورة للسعودية، ونعرف أن السعودية بعض الدول الأكثر استقراراً في المنطقة. بالتالي أعتقد أن إدارة بايدن عليها أن تتخطى هذه المشاكل السياسية فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، وفي وقت قريب عليها أن تتعلم أنها بحاجة إلى السعودية، وأنها بحاجة إلى التعاون السعودي وإلى الشركة السعودية للمضي قدما بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وبالتالي هذا ما أتوقعه، أتوقع من أن الواقع سيفرض نفسه، وبأن إدارة بايدن ستفهم جيدا أن هذه الإجراءات ليست أفضل طريقة لحل هذه التحديات. أما نصيحتي للسعودية فهي التحلي بالصبر، إن إدارة بايدن ستغير رأيها، لأن التقدمات في المنطقة ستجبر هذه الإدارة على أن تدرك أن العلاقات البناءة مع السعودية أهم بكثير وأفضل بكثير للولايات المتحدة، عوضا عن القيام بهذه الردود السياسية، وربما قد ترضي ربما إلى حد ما اليسار الأمريكي، إلا أنها ليست بحاجة إلى الأكثرية من الأمريكيين الذين يعتمدون على علاقة بناءة مع السعودية. دعني أستاذ آدم أن أذهب إلى الشبونة والأستاذ علي الشعبي، وأيضا نفس السؤال بس بطريقة مختلفة، هو كيف تستطيع لو حدث أن هناك عقوبات كما يهدد البعض ويطالبون داخل واشنطن من أعضاء في الكونغرس وغيره من إعلام وغير ذلك، ومن يعني منتمون إلى اليسار داخل الحزب، كيف للسعودية أن ترد؟ هل لدى السعودية أوراق مهمة تستطيع أن تقنع واشنطن بأهميتها؟ الآن الذي يحدث هو لصالح إيران، التي تدعي واشنطن أنها تحاول إيقاف النفوذ، لكن ما يحدث مع السعودية يقدم مكاسب كبيرة لإيران ولغيرها من أعداء واشنطن والرياض معا. في نقطتين طبعا، اولا اذا تجاوزنا الشكليات فالعلاقه العمليه بين اداره بايدن والحكومه السعوديه ماشيه على قدم وساق، يعني في اتصال بين جميع المسؤولين المعنيين، وحتى اتصال من وزير الدفاع الامريكي مع الامير محمد بن سلمان من كم يوم، وعده يعني مندوبين من الحكومة الأمريكية زاروا الرياض مؤخرا. فمن ناحية عملية العلاقة مستمرة على ما كانت عليه. أنا أستبعد طبعا أنه الحكومة الأمريكية تقدم على أي خطوات أكثر من الخطوات الشخصية اللي أعلنت عنها يوم الجمعة. وإذا تم ذلك طبعا الحكومة السعودية عندها أوراق عديدة جدا، يعني فيها تلعب، يعني لا تنسى على سبيل المثال أن المملكة العربية السعودية لعبت دور أساسي في تثبيت دور الدولار في أسواق البترول العالمية. يعني من أسهل ما يكون أن الحكومة السعودية تقدم على بيع البترول للصين بعملة الصين ولأوروبا بعملة أوروبا، ووضع الدولار اليوم إلى حد ما مهزول. فهذه خطوة يمكن أخذها. يمكن طبعا استعجال عملية تنويع المصادر العسكرية وبناء علاقة يعني أقوى بكثير استراتيجيا وعسكريا مع الصين ومع روسيا. طبعا في فرق بين الصين وروسيا، الصين هي أكبر سوق للبترول السعودي، في مصالح مشتركة يعني اقتصادية وسياسية، لكن مع روسيا في تنافس في سوق الطاقة. نعم. طيب أستاذ آدم اللي في واشنطن،
نحن نعرف تماما أن هناك علاقات قوية بين الولايات المتحدة والسعودية في مسألة مكافحة الإرهاب، هناك عمل مشترك، هناك تبادل استخباري، هناك قوة نجحت في إيقاف العديد من العمليات وتحجيم الكثير من عصابات الإرهاب في أنحاء كثيرة وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وباعتراف المسؤولين الأمريكيين. تتوقع أنه لو حدث أن هناك تصعيد من قبل واشنطن ومن قبل البيت الأبيض ضد المملكة وضد قادتها أن يتوقف هذا التعاون وبالتالي يصبح هناك ضرر كبير للأمن الأمريكي؟ أعتقد أنه في حال وجود تصعيد لن يكون لصالح التعاون، ولكن أنا أتفق مع دكتور علي، أنا لا أتوقع حدوث أي تصعيد، بل أتوقع من أن المنطق سيصبر، وبأن مستشاري بايدن الذين يعرفون بشكل جيد أنه يوجد علاقات جيدة مع السعودية، بأنهم عليهم تقييم الوضع بطريقة منطقية وعقلانية لمعرفة أن التصعيد هذا النزاع مع السعودية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الولايات المتحدة ومتحاول فعله في المنطقة، منها التصدي للإرهاب والتصدي لإيران والعمل على حل النزاع في اليمن أو على إيجاد حل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بالتالي أنا لا أتوقع أي تصعيد، وأتمنى أننا شاهدنا أسوأ ما في الوضع. وإحدى الأمور التي استمعت إليها وقالها الضيف الدكتور علي وهي مثيرة جدا للاهتمام، أنه على الرغم من الردود والبيانات العلنية إلى أن السيد بايدن اتصل بولي العهد السعودي، وهذا يخبرنا جميعا بأنه خلف الكواليس تتصرف إدارة بايدن بمسؤولية. وقال السيد بايدن أنه سيتعامل فقط مع الملك سلمان، ولكن لا يمكنها أن يدير العلاقات بهذه الطريقة. أما فكرة بأن ولي العهد يملك علاقات جيدة فهذا أمر صحيح، ونعرف أن العلاقات الثنائية واسعة جدا ومعقدة جدا بين الدولتين ولا تتعلق فقط بوزارة الدفاع. إذن في نهاية المطاف، إذا أردنا التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تواجهها كل من السعودية والولايات المتحدة، علينا الحصول على علاقات شاملة ودافئة مع السعودية، وذلك قد يستغرق ربما بعض المحاولات لمحاولة بناء جسور التفاهم في الأسابيع المقبلة. وأنا بصراحة متفائل بأننا سنشهد المزيد من ذلك، ولكن كما ذكرت أعتقد أن التقدمات في المنطقة ستنص على ماذا سيحصل في المستقبل، وسيكون ذلك على هامش القوى الكبيرة مثل السعودية والولايات المتحدة التي وهناك تحديات ستجبرنا على العمل معا. نعم أستاذ علي الشهابي، أنت خبير بدهاليز واشنطن وعشت هناك العديد من السنوات، وأيضا قضيت كثير، حضرت كثير من المناسبات المهمة وأيضا الفعاليات ومراكز الأبحاث لديك علاقة فيها جيدة، لكن هناك انتقاد كبير جدا للأداء السعودي في واشنطن، حيث لا يعرف الكثير من، يعني أنا لاحظت شخصيا حتى أن الكثير من النواب الديمقراطيين لا يعرفون التقدم في الإصلاحات في حقوق الإنسان في السعودية وخاصة حقوق المرأة. أحدهم يتحدث عن حقوق مثلا نظام الولاية، على أن نظام الولاية لا يزال موجود وأنه يجب إيقاف هذا التعنت ضد حقوق المرأة، رغم أن هذا النظام أزيل من فترة، إضافة لأشياء كثيرة. هناك أخطاء كثيرة داخل يعني أو فهم مغلوط حول الإصلاحات السعودية. لماذا لم تفعل السعودية وخاصة أدواتها الدبلوماسية الكثير من إفهام هؤلاء بأن السعودية تغيرت وبأن عراب هذا التغيير هو محمد بن سلمان؟ والله شوف، السعودية تقليديا
ما عرفت كيف تتقن فن المخاطبة للإعلام العالمي مش بس الأمريكي يعني. وكان في بعض المحاولات ولكن هذه تأخذ وقت، يعني هذه تأخذ وقت إنك تبني الكفاءات في وزارة الخارجية في وزارة الإعلام وتدربهم. وأعتقد إنه في تقصير يعني في وزارة الخارجية على مدى العقود الماضية في تدريب الكفاءات وحتى في وزارة الإعلام، يعني ما عندنا عمق بشري يكفي إنه نجند كل هالطاقات هذه وكمان نستعملها. يعني في نحن بنعتمد كثير على مكاتب علاقات عامة وكذا، وطبعا ما بتفي بالغرض. فهذا موضوع صعب، يعني ما هو سهل إنه تعيد هيكلة أسلوب مخاطبة العالم وأسلوب مخاطبة الغرب. وهذه مشكلة أنا يعني عايشتها وحاولت أعالجها، وطبعاً مشوار طويل يعني، لكن ما في شك إنه في تقصير يعني. ما أتقن فن المخاطبة إلى الآن مثل طبعاً دولة زي إسرائيل اللي هي يعني أتقنتها من زمان. بس حتى الإيرانيين يعني أبدعوا في مخاطبتهم للجمهور الأمريكي. يعني طبعاً الفرق الأساسي بيننا وبين إسرائيل أو بين إيران إنه المملكة العربية السعودية ودول العربية كلها يعني تفتقد إلى قاعدة شعبية فردية. وإذا ما عندك قاعدة شعبية يصعب عليك أن تلعب دور سياسي فعال. يعني نعم. ما عندك جمهورك، ما عندك جالية متعاطفة معك. حتى الإيرانيين اللي أكثرهم هجروا من الثورة ولكن متعاطفين مع بلدهم حكم أن الوطن يعني. يعني بدعموا فكرة إعادة العلاقة الإيرانية الأمريكية. فأعتقد يعني جزء منها يمكن معالجته اللي هي يعني الاستثمار في بناء الطاقات البشرية ومحاولة تحسين الأداء في مخاطبة الجمهور. الجزء الثاني طبعا لن نستطيع أن نعالجه، هو عدم وجود جالية عربية فعالة أو سعودية أو خليجية فعالة في أمريكا تستطيع أن تلعب الدور الجالية اليهودية ولا الجالية الإيرانية ولا حتى الجالية الأرمنية في العدوم يعني في أمريكا. نعم أستاذ آدم إيرلي، يعني الحكي كثير عن التيار التقدمي، ما يسمى بالتيار التقدمي أو اليسار المتقدم داخل الحزب الديمقراطي وتأثيره على العلاقات أو تأثيره على السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي بايدن. هل هناك استمرارية للضغط على بايدن في مسألة ملف العلاقة مع السعودية؟ أيضا هل وهذا سؤال آخر، هل يستطيع البيت الأبيض إقناع السعوديين بأن الولايات المتحدة لا تزال صديقة على الرغم من الولايات المتحدة نفضت يديها من اليمن وزالت الحوثيين من القائمة السوداء وقدمت غصن الزيتون لإيران وإيران ترفض حتى الآن وقامت بالكثير من الضغط على السعودية وآخرتها هذا التقرير؟ الوضع الآن يوضح أن هذا التيار الشعوبي اليساري مسيطر تماما على البيت الأبيض، هل أنت مقتنع بهذا أو توافق على ذلك؟ أعتقد أن هذه نقطة صالحة. أنتم محقون، الحزب الديمقراطي انتقل أكثر إلى اليسار مقارنة بعهد أوباما، علما أننا نعرف أنه كانت تلين إدارة أوباما حينها إلى اليسار، ولكن الآن يوجد عدد من أعضاء الكونغرس المؤثرين جدا والذين برأيي اتخذوا قراراتهم وأصدروا حكمهم بأن السعودية حليف غير جدير بهذه العلاقة، ولكن أعتقد أنهم مخطئون. ولكن أنا أشكك بشأن انفتاحهم بأنهم مخطئون. بالتالي التحدي للسعودية وللحزب الديمقراطي ولجو بايدن أيضا هو كيفية إدارة جزء من اليسار
الذي يملك معلومات خاطئة بشأن العملية السياسية في الولايات المتحدة. وفي نهاية المطاف أعتقد أن فريق بايدن هم منطقيون وسيحملون بذل الجهود ليس فقط للعمل على مصالحهم الحزبية ولكن أيضا على المصالح الوطنية وذلك تطوير علاقات عمل جيدة مع الحكومة السعودية. نظرة متفائلة أستاذ آدم نظرة متفائلة، لكن دعني أذهب للأستاذ علي قبل نهاية الحلقة. علي الشهابي، أيضا هناك نقطة مهمة وهي أن البعض يرى أن بايدن لأنه يعني في حكم الذي سوف يقضي فقط فترة واحدة بحكم العمر في الحكم، لذا يريد أن يخرج من البيت الأبيض وهو قد سجل ما لم يسجله الزعماء الآخرون في علاقته مع السعودية وفي التزامه بملف حقوق الإنسان. هل تؤمن تماما أن بايدن لديه تفكير بهذا الأمر على هذا النحو ومع دعم اليساريين له؟ شوف، الفرق بين الرئيس بايدن وحتى بعض الرؤساء الديمقراطيين السابقين انه رئيس انه سياسي مخضرم، يعني عمل في واشنطن 40 50 سنه. حتى انا اذكر في مؤتمر دافوس سنه 2002 كنت جالس في محاضره مع بايدن وكان هو عم ينتقد الرئيس بوش انه الرئيس بوش يفتقد الى السلاسه في تعامله مع الدول الخارجيه. فأنا لا أعتقد إنه بايدن، يعني هو عارف إنه ملف حقوق الإنسان أمريكا تستعملها، يعني تختار الدول اللي تستعمل الملف هذا ضدها ولا تطبقها على الجميع بالتساوي. لا تستطيع أن تطبقها على إسرائيل عشان إسرائيل عندها قاعدة شعبية قوية في أمريكا، ولا تستطيع أن تطبقها على دول أخرى. نعم. ولن تستطيع تطبقها. يعني المملكة أستاذ علي نهاية حلقتنا، يعني وصلنا الوقت، ليس لدي وقت كثير، نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكر ضيوفي من مشبونة المحلل السياسي السعودي علي الشهابي، ومن واشنطن المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيرلي. نلتقيكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج نيران صديقة.